عجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم متابعين قناة المسافرون العرب. النهاردة راح نتكلم عن طريقة الحصول على فيزا عمل للسعودية سنة 2022. فيزا العمل هي رخصة تمنح العمال أو تمنح للعمال الأجانب الراغبين في العمل في المملكة العربية السعودية، وتستقطب السعودية ملايين من الأيدي العاملة الأجنبية، إذ يقصد السعودية الملايين من العرب للعمل والاستقرار هناك فيها بشكل قانوني. طبعا تشترط السعودية على العمال الأجانب حد أدنى من الشروط للتقديم بطلب مقبول للحصول على تأشيرة عمل هناك. يتم طلب أيضا طلب الفيزا العمل أونلاين، أو أفضل شيء هو مراسلة أحد الشركات العاملة بالسعودية أو إرسالهم لك عقد عمل هناك، وأيضا تكون مكلم كفيل أو يعني سواء شركة أو سواء شخص سعودي. ويجب الخضوع أيضا لاختبار وفحص طبي شامل للكشف عن الأمراض المعدية. الآن نأتي إلى شروط الحصول على فيزا عمل للسعودية سنة 2022. أولا أن يكون عمرك 20 سنة على الأقل لتقديم على الفيزا. ثانيا اشتراط الديانة الإسلامية لمهنة الجزارة. ثالثا مطابقة المؤهل الدراسي مع المهنة المتقدم عليها، يعني إذا كنت متقدم مثلا مع مهنة مهندس لازم يكون معك مؤهل خريج هندسة، وهكذا يعني. رابعا استخراج شهادة حسن سير وسلوك أو فيش جنائي للمصريين يعني. خمسة اجتياز الفحص الطبي لدى مؤسسة معتمدة مثل السفارة، معتمدة من السفارة نفسها، يعني مثلا السفارة تقول لك روح ايه اعمل الفحص الطبي في مكان الفلاني، فتروح تعمل عشان دي السفارة بتكون موافقة في التحليل والكشف الخاص بهذا المكان. يتم استخراج تأشيرة العمل للسعودية من السفارة نفسها. طبعا بعد إرفاق جميع الوثائق المطلوبة مع عقد العمل الأصلي. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.